ليلة السابع والعشرين من أكتوبر، مساء العاصمة بدا مختلفاً. اللقاء المرتقب، قمة الجولة الثامنة من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الهلال يستضيف غريمه النصر على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض. الكل على أهبة الاستعداد، جماهير تهتف وتشحذ همم اللاعبين. بعد تراقب وانتظار، الإسبان استراد يعطي الإذن بانطلاقة الديربي. 10 دقائق تمضي منذ البداية، والحذر هو سمة الطاغية على الفريقين. وكالعادة الديربي لا يخلو من المناكفات والمواجهات الجانبية وحوار برازيلي. البريك يدون أولى محاولات الهلاليين، لكن عرضيته في قبضة جونز. النصر يتحصل على خطأ، لم يجد من يستثمره بالشكل المطلوب. نصف ساعة تمر، مرابط في هجوم معاكس يتوغل ويسدد، والمعيوف يتصدى. رد الهلاليين كان قاسيا، جوميز يخطف كرة من مايكل ويمررها للوحيد إدواردو الذي لم يتوانى في هز شباك النصر بهدف أزلي. هو مهاجم ثاني، لكن هدف أول يحضر في كل المناسبات. بحث لاعبو النصر عن رد سريع، مرابط ومحاولة أخرى تجد في طريقها المعيوف. استمرت النتيجة على حالها حتى أعلن الحكم نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد. الشوط الثاني، لوشيسكو يبقي جوميز في غرفة الملابس وجوفينكو يأخذ مكانه. في الجانب الآخر، النصراويون يريدون عودة مبكرة بشن عدد من الهجمات، والمعيوف لا زال حاضرا. بعد 10 دقائق تحقق المرق. حمد الله يتكفل بهز الشباك ويعادل الكفة برأسية من وسط الدفاعات الزرقاء، هدف أصفر. مغربي تشرق معه شمس النصر. هدف تبعه نشوة صفراء، شكل الضغط من لاعبي النصر في مناطق الهلال بحثاً عن هدف آخر. جوميز بات يترقب من الدكة، والتقليعات تظهر في المدرجات. ومن خطأ كان ثمنه غالياً، البريك يخطئ في التمرير، وجوليانيو يمرر لحمد الله الذي لا يعرف سوى هز الشباك، هدف ثاني للنصر. خرج الهلاليون بحثا عن هدف التعادل، وكاد مادو يكلف فريقه كثيرا بعد أن خطف سالم الدوسري الكرة منه وواجه جونز الذي تألق وأنقذ الموقف. لم يتبقى الكثير أمام الهلال، 6 دقائق يمنحها الحكم كوقت مضاف. نجح النصر في المحافظة على تقدمه حتى أعلن الحكم عن نهاية اللقاء بهدفين لهدف لأصحاب القبصان الصفراء، ليصعد النصر خامسا ب14 نقطة، ويستمر الهلال بالصدارة ب19 نقطة.